مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، نحييكم ونجدد الترحيب مره ثانيه. هنا الشوط الرابع خاص لسن القعدان، والمسافه 1500 متر. هنالك اشواط السرعه واشواط التحدي، هنالك المقدمه والصداره. هملول وراشد بن علي الخاطر من يقدم لنا هملول بهذا الاداء الجميل وشعاره المتميز، وثاني المراكز. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء في كل مكان، هنالك شاهين لسيد سالم بن ناصر بن حبيض، وثالث المراكز وصل شاهين لسيد محمد بن فرج بن دلموك المري، ورابع المراكز وصل هملول ومحمد بن راشد بن سلامة من يقدم لنا هذا الشعار العملاق والشعار الكبير. ولكن لنا عودة إلى المقدمة والصدارة، هملول وراشد بن علي الخاطر من يقدم هملول بهذا الأداء الجميل المتميز. ولكن ثاني المراكز وصل شاهين وسالم بن ناصر الحفيظ المري، وثالث المراكز شعار متميز ويحمل طموحات شاهين لسيد محمد بن فرج بن دلموك، شعار بن دلموك يشارك بهذا الأداء الجميل. ورابع المراكز وصل هملول ومحمد بن راشد بن سلامة من يقدم لنا هملول، وخامس المراكز وصل متعب للسيد سعيد بن زايد الخياري. 200 متر متبقية، 200 متر متبقية عن خط النهاية، ولكن الأسماء القوية والتجمع السريع وأشواط السرعة وأشواط الفطامين المقدمة والصدارة ما زالت هملول وراشد بن علي الخاري. ولكن بن سلامة هنالك يشكل خطورة، وهنا زايد بن سعيد يشكل الخطورة، ولكن الله الله 200 متر متبقية عن خط النهاية والأسماء القوية. الله الله الله، هملول ومحمد بن راشد بن سلامة من يقدم هذا الأسماء القوية. سلام يا بن سلامة، سلام سلام يا بن سلامة على هذا الأداء الجميل المميز، على فوز هملول لسيد محمد بن راشد بن سلامة. والمركز الثاني، المركز الثاني كان من نصيب شاهين لسيد محمد بن فرج بن دلموك. المركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيب الأسد لسيد عبد الهادي بن ناصر الهايل.